صحتك بنيديك، صحتك بنيديك. كوفيد 19 مع بعضنا نحميو بعضنا، مع بعضنا نحميو بعضنا. السلام عليكم الناس كل مساتين ودرجين على راديو ماهي. دونك كالعادة صحتك بنيديك نبداو بها الجمعة هذية. نحكيو على الكوفيد 19 الوضع الوبائي في تونس. الفين وصلنا استقرار نسبي في الحالات المؤكدة، بلكش خرجنا من الخطر وإلا ينجم يرجعنا للخطر. هذي اللي باش نحكيو فيه بتاتخ تتايم هذوما ونشوفوا وين ماشيين، شنو ينجم يعمل المواطن توا نرتاحوا نقعدوا كيف كيف ماخذين احتياطاتنا ولا هذي كل باش نحكيو فيه اليوم مع الأخصائي في الدكتور بلوتو محمد الفرجاني، أخصائي في المخ والأعصاب. مرحبا دكتور. مرحبا بك عايش ومحبا جميع المستمعين تاع راديو ماد. عايشك دكتور. الويكاند شهدنا استقرار نسبي في الـ في الـ في الارقام نتاع الحالات المسجله في عديد الولايات، فما زاد ولايات ما سجلتش حالات جديده كيما نابل من نهار 2 افريل. البارح زاد خطاب رئيس الحكومه حكينا على على ديكونفينمون بشويه بشويه، معناتها نبداو في رفع الحجر من ابارتيغ من 3 ماي بشويه، كونفينمون سيبلي موجه معناها الحجر الصحي الشامل، ترجع بعض القطاعات للعمل. خلينا نحكي ساعة على سيتواسيون على الوضعية الحالية للبلاد بالأرقام اللي أكيد تعرفهم اللي توا متوفرين مع زوز حالتك هاو سجلناهم نهار السبت. هل النجم نقولوا اللي تونس انتصرت على الكورونا اليوم؟ والله شو أقول لك، حسب الأرقام مش مسألة انتصرت، الأرقام قاعدة ما هيش مخوفة. ما فماش تخوف، معناها أرقام باهية، معناها تبشر بالخير ما دام الارقام اللي متوفره عنا. فهمتني؟ اللي صرحوا بها. ايوه لا هذوما الارقام يعطيهم لنا للجهات الرسميه. تبقينا كيف نشوفوا التطور نتاع الوباء في الدول الاخرى، كل يوم نتفرجوا في الاخبار ونشوفوا كيفاش قاعد يتفشى بسرعه وكيفاش البورسنتاج نتاع الناس الموتى بارابور للبورسنتاج نتاع الناس اللي ضربوا جدد وبورسنتاج بارابور للبوبيلاسيون جينيرال بعاد عليهم برشا. احنا فهمتني بون هذه سؤال يطرح نفسه صحيح. هذا شنو اللي يفسر دكتور؟ نحكي ونعرف نحكيو على البي سي جي مره اخرى، التلقيح نتاع ضد السل ينجم يكون البي سي جي، ينجم يكون قله التحاليل. فهمتني؟ ينجم يكونوا برشا ناس لبرا مش عارفين نروحوا، معنا دي بورتور سان واحنا ما نعرفوش عليهم، هو ما يتشكى من شيء، هو مريض وقاعد يعطي في العدوى وتمشي الناس اخرين وهما سي دي بوتوسان. اسكو المجموعه تاع لي بوتوسان لبس عليهم وعندهم الفيروس قاعدين محميين بالبي سي جي باغ اكزومبل ولا بالتركيبه الجينيه نتاع البوبيلاسيون نتاع تونس ولا هذايا؟ معناها نقاط استفهام مازلنا ما فهمناهاش. مع العلم انه توا الكوفيد 19 هذا مرض مستجد، ما عندناش عليه فكره كبيره برشا، وقاعدين كيما نقول لك اون افيك افو، معناها كيما البحار ما عندوش بوصله، اما قاعد يتبع في الساحل بشويه بشويه، يمشي على الساحل باش ما يبعدش، ما يدخلش بالغريق في البحر، فهمتني؟ دونك توا اون افيك افو، شنو اون افيك افو؟ معناها قاعدين نستناو نشوفوا في التجارب المقارنه مع الدول الاخرى. والحلو اللي نجموا نحلوها حسب الامكانيات نتاع البلاد زاد، فهمتني؟ توجهوا فما عندنا تحاليل جدد الاشياء وهذوما ان شاء الله يحلوا لنا شطر المشكله، على خاطر ابارامون نحكيو على تيست رابيد هوني مع ال 200,000 تيست رابيد. ابارامون ماهمش فيابل 100% كيما البي سي ار، فهمتني؟ يعطيك تطري فكره، مي فما بورسنتاج ما نعرفش قداش يقول لك ينجم يعطيك ديفو نيجاتيف. اما ينجم يعاون التيست رابيد في المرحله هذيا، يعاونك كي تبدا دو ماس يعاونك، معناها تنجم انت تعوز انت توا عينيك مغمضه ما فما شيء ما تعرف على حتى شيء، يولي يعطيك في نظرة شوية ضبابة، ترى شوية تري قداش عندك معناها من حالة، مثلا نجم يكون الفو بوزيتيف الفو نيجاتيف سارتان بورسنتاج مش كبير برشا، مثلا 20% و 30%، لكن كمان
فكل التحليل الكبير قلت نجم تشد منه برشا ناس اللي هم مش معروفين، معناها تنجم تغربل كيف الشبكة اللي تسيبك حوت صغير وتشدك حوت كبير باغ اكزومبل. دونك اموات تولي تعطيك نظرة اخي مع انه معناها كل يوم نزيدوا نسمو حاجة جديدة، كل يوم نكتشفوا حاجة جديدة باسكو المرض ما نعرفوش. دونك هذا يعاوننا، وان شاء الله من هنا ل 3 ماي معناها تكون النظره تكون احسن شويه. انا نتصور انه توا رئيس الحكومه كي خذا القرار هذا معناها هو قرار استباقي، معناها ما يحبش يدخل المجهول، هيا برا نرفع الحظر وهنا احنا شويه وكذا، وكي تهبط علينا بعد يوليوا الامور بالالاف دونك تخرج على السيطره، يولي يلوموا حتى في الحكومه كم كوا ما عندكش نظره استشرافيه وش بيك هكا وانت تشوف الدول وكذا. دونك من موقعه كسياسي نورمالمون يلزم التحري ويلزم اليوم حجر صحي ثاني حتى النهار 3 ماي شخلت علينا رمضان. هل الحجر الصحي ثاني ينجم يمنعنا اكثر من في الوضعيه هذية؟ هو معناها تو حسب المعطيات اللي عندنا الوحيدة اللي قاعدة تمنع في العباد هي الحاجة الصحية. توا عندنا مازال عندنا الفاكسان، عندنا شوية دويات اللي قاعدين نجربوا فيهم ما نستعنوا فيهم على أساس بعض ليزيتود الدراسات اللي صاروا في العالم، مش احنا كهو معنا برشا بلدان تستعمل في نفس الدويات. اي لكن الناس الكل قاعدة تستعملوا فيه، فهمتني؟ لكن الحل الوحيد هو الكونفينمون، الواحد يشد داره ويبعد، وان شاء الله بنعمل اللي كان جور فما شي حاجات اخرى تظهر. الكورب تبين لنا خير مع التحاليل هذوما السريعه نوليو نشوفوا احسن، وباش بعد في الديكونفينمون يقع بياسي بلي باش ما ناخذوش ريسك اكثر من لازم، خاطر احنا بلاد ضعيفه ما عندناش لي مويان باش تجينا معناها اون فاغ كبيره برشا نتاع الناس اللي يلزمهم يدخلوا في الانعاش ويدخلوا في السبيطارات. هو حاصل توا طاقة الاستيعاب الحمد لله، معناتها مازال عندنا سر اليوم في السبيطارات نتاعنا مش معبية لله الحمد. معناها كي تشوف انت في فرنسا يسون 30000 اوسبيتاليزي معناها في السبيطارات، احنا السبيطارات براتيكمون ما عندناش، هكا قاعدين نحتاطوا برا ما عندناش كل نومبر الكبير اللي هبط على السبيطارات. يعني ما فتناش طاقة الاستيعاب، ما خلتناش طوال المراحل الحساسة، ما وصلناش حتى باش نوليو نشوفوا حتى المساحات الخاصة باش تخدم. دونك لا فما مرضى هنا لا فما مرضى هنا. بون شي يطمن شوية التوانسة والحمد لله، معناها ما احناش في كاتاستروف كبيرة، لكن واحد يحتاط باهي دكتور. توا خلينا نحكيو على رفع الحجر اللي باش يصير، رفع الحجر التدريجي فوالا ابارتيغ من 3 ماي الناس ترجع تخرج افيك دي كونديسيون في معناتها بقوانين معينه ولا شروط معينه، مش الناس كل تخرج بعض القطاعات باش ترجع تخدم من بين شروط البافيت اوبليغاتوار معناتها الماسك معناتها ضروري وغير. هل نحكيو اليوم في الظروف هذه نحكي ابارتيغ من 3 ماي نحكيو على مناعه القطيع، المناعه الجماعيه؟ هي تجربه عملوها بعض البلدان، خليك انت تقولي نجحت او لم تنجح، تنجح تنجح في تونس ولا لا ما نجموش نعرفوا، انت اكيد اخصائي وتعرف، لكن خلينا نحكيو في المطلق باش يفهم المستمع شنو معناها المناعه الجماعيه، اكتساب المناعه الجماعيه ولا مناعه القطيع. هي المناعه الجماعيه انه في الامراض اللي نعرفوها فهمتني، كي يجوا دي فيروس اللي نعرفوهم وصار في التاريخ انه الناس كلها تتعدى فهمتني، الماجوريتي يتعداوا ويمنعوا، يولي عندهم ليزونتيكور في بدنهم يحميهم من المرض هذاك حتى كان يعاود يرجع ما يأثرش عليهم. هذيك هي مناعة القطيع ومناعة الجماعية. اللي يسمع هوني جوست هكا في إطار التفاعل، اللي يسمع هوني شو يقول لك؟ يقول لك اللي هو دير قال رئيس الحكومة البارح 80% باش يتعداو. كي يتعداو تقول لي اكتساب المناعة، هوني فماش اكتساب، فما تمرض يا تمنع يا ما تمنعش يظهر لي. هكاك صحيح. أما
احنا نتفاعلوا مع اش عندنا معطيات. فهمتني؟ المعطيات تقول ان المرض هذايا 80% منهم يمرضوا ويمنعوا. فهمتني؟ ما يستحقوش لا سبيطار لا يستحقوا حتى شيء. فهمتني؟ وعندنا فك لي 20% ولا 15%، عندنا 10 منهم يدخلوا للسبيطار ويعطيو ياخذوا شويه دواء والاكسجين، وعندنا 5% حتى اقل شويه هذوك يوصلوا حتى لمرحله الانعاش. فهمتني؟ الناس المتقدمين في العمر او عندهم امراض متقدمين في العمر ولا عندهم امراض مزمنه معاها، وسيرتو باش ما يخوفش الناس اللي عنده مرض مزمن ده خايف. لا، اذا كان انت تاخذ الدواء نتاعك والتونسيون نتاعك مريقله والديابيت نتاعك مريقل والتيرويد نتاعك مريقله وتاخذ الدواء نتاعك، حتى كان تمرض بالمرض هذايا البدن نتاعك باش يتفاعل كيما اي واحد ما عندوش هالمرض ما دام مريقل. باش تقول لي انت واحد عنده سكر ويحوس في 4 غرامات ولا 5 غرامات ومش ياخذ في دواياته، وواحد طونسيون نتاعو تضرب في 18 في 20، وهذاك كي يضربوا الفيروس مش يخاف، معناها هذاك باش يتعكر اول واحد. فهمتني؟ هذه حاجه. ثاني حاجه، احنا توا نشوف في الدول كل واحد وش عمل، قاعدين نتبعوا زاد هذاك من باب التوقي. نشوف مثلا السويد، السويد ما عملش حاجه، ما عملش حاجه وخلات عملت على ليميونيتي كوليكتيف، هذه المناعه الجماعيه، المناعه الجماعيه. فهمتني؟ هذا ما منعش انها قاعده تسجل في حالات جديده كل يوم، وفما وفيات فما موجوده عندها ناس تمشي للرياضيات. وفما معلومه اخرى اللي هي معناها جاتنا خاصة من الصين، انه فما ناس تعدات وبرات وعادت تعدات مرة أخرى. اي 14% من الناس اللي برات. فوالا هذايا معناها هذه معلومة اللي تخلينا نحتاطوا شوية، معناها تقول أنت المناعة الجماعية يعني الناس كلهم مرضى به وصي وعندك لي زونتيكور المناعه نتاعنا ولات باهيه، وتوا حتى كي يضرب مره اخرى ما يستناش حتى شيء. هذا مش مؤكد بالنسبه للكوفيد 19 الكورونا. مش متاكد انك كيف يرجع لك مره اخرى، اسك مش ما نعرفوش، ما نعرفوش اسك كي تاخذه مره اخرى يندرى ديجا عندك لي زونتيكور يحميوك اكثر من ما خديتوش من قبل ولا اسكو تنجم توصل لحاله مخطرة ولا، هذوما دي دوني ما نعرفوهمش. فهمتني؟ وقاعدين انا نستناو في رحمه ربي، كل يوم جينا معلومه جاتش من الدول المتقدمه اللي يعملوا في دي ريشيرش تري بوسي معناها قويه برشا. وقاعدين نتلقطوا في الاخبار معناها ونتبعوا، واحنا نتبعوا والاحتياط الحق توا الى حد الان. الاحتياط واجب، والاحتياط الى حد الان عاطي مفعوله. هذا ايش نجم نقولوا حتى توا؟ الحمد لله. هو الحمد لله توا لكن نقعدوا هكا. بون اش توا المشكل هو بيان سور الاقتصاد والناس اللي ما سورتو المهن الصغرى هذوما، هو حتى احنا الاطباء في القطاع الخاص نخدموا 10% من العاده نتاعكم. التليفونات نعاونوا في الناس بالتليفون، ولا نعديو بالتليفون خذ دواك هكا كمل هكا حتى تنجم تجي. فما ناس ما بعاد ما نجموش يجيو، وفما ناس خايفين. دونك الخدمه نتاعنا في العيادات هي التليفونات، وهاكا يجوك دو ترو مالاد كلام تاع يرجعوا ما نجمش يصبر، ولا حاجه طارئه جديده واحد ولا نجم يجي ولا دبر راسه كرهبة ولا. فهمتني؟ معناها في العيادات ما عندناش، معناها كيما قلت لك اوني اموا 90% من الخدمه نتاعنا. القطاعات الكل تمست دكتور بالكبيره. القطاعات الكل تمست توا زاد الى متى؟ الى متى؟ فهمتني؟ الناس اللي عندهم كريديات وعندهم كمبيالات وعندهم خدامه يخدموا فيهم وقاعدين في الدار كيش مش خلصوا، حتى كان تعاون معناها يلزمنا الخروج من كونفينمون هذايا
ان شاء الله باقل الاضرار. لازم الناس تفهم زاده اللي هذا اجراء عاديه على خاطر في حتى وباء على المسار. ما الكونفينمون ترفع هكا ضربه واحده ديما لازم ما ترفعش ضربه واحده بصفه تدريجيه. واللي فما كما قال كراس شروط مثلا ما نعرفش انا واحد عنده بلاط يبني فيه معناها مقاول كان يخدم في 100 خدام يولي يخدم مثلا 50 ويزم كل واحد بعيد على الاخر 200 متر باش بعديش ويعمل كمامه ويخدم على روحه كيصور مو جرنطه نتاعو. يقدم هذا يقدم فهمتني. خناجو نحكي على انا نحكي على صحه المواطن. عندي ما نحبوا ناخذوا الكوتي معناتها اللي تهم صحه المواطن هوني. دكتور كان نخرجوا في 3 مي وحسب الدراسات اللي عملوهم ونقراو فيهم يقول لك اللي اي بلاد اليوم مهدا وحتى في القبل في الاوبئه اللي صارت يقول لك بعد الديكونفينمون توتال معناتها تعود الحياه الى طبيعتها راهو من المنتظر بنسبه كبيره انها تصير موجه اخرى من الوباء على خاطر باش نعاودوا نسجلوا حالات باش نكتشفوا حالات جدد. هذا وارد. هل تونس اليوم تنجم بعد ثلاثة ماي كي نخرجوا نرجعوا بشويه بشويه نعيشوا حياتنا تصير موجه اخرى من الوباء؟ تنجم تكون الموجه جينيرالمون خاطر انت ما عادش تقرا اكثر مني بتاخذ الدومين نتاعكم. الموجه جينيرالمون تكون اشد حده من اللي عشناها والا موجه خفيفه نجاريوها فيسا وتمشي على روح. شوف هو تو اذا كان نمشيو بالحيطه لا قاعدين ماشيين بها ساعه الكونفينمون ولا طول شيء طبيعي على الناس الكل. وثانيا دي كونفينمون بارسيال معناها جزئي بشويه بشويه نبداو نسيبوا فهمتني. نقعدوا ما زلنا متحكمين في الكورب الكورب نتاع ولكن ما تنساش راهو الامور هذه مش توقف بعد 3 ماي ولا باش نعديو حتى الخريف راهو مينيموم نجمو حتى الاخر عام معناها نوليو الحالات هذوما يوليو يجيو بطريقه مش مفاجاه كبيره برشا وما يكونش العدد كبير لان كل مثلا جمعه عندنا طاقم تاع استيعاب يبرى يخرج ويجي نتلهو به ونقعدوا في كرب واطيه شويه النجم نجروها على مده اشهر اذا كان بعد سيبوا الناس وفما عدوى. احنا نخافوا من العدوى المفاجئة الكبيرة برشا. إلى حد الآن توا في الشهر وشهر ونص اللي عندنا ومع الشيف اللي عندنا توا الأمور ما تخوفش برشا. لكن كما قلت لك الاحتياط واجب معناها يلزمنا نكملوا بالحكاية. الموجة الثانية الناس كل توا في العالم الكل قاعدين ينقوا في يدخل في ناقوس الخطر على اساس ردوا بالكم راه تنجم تجي موجه ثانيه والموجه الثانيه. وفي الصين صارت موجه ثانيه راه. في الصين ما عادش تنجم تجي. لكن ماهيش بالطريقه كيما جات في الموجه الاولى. اي ماهيش بنفس الحده دونك موجه اقل. ماهيش بنفس الحده موجه اقل. دونك بتاتر حتى احنا كان باش تجينا موجه يمكن ما تكون اقل. احنا نجيو ديما بالمقارنه بالشيء اللي نشوفوا فيه الصين معناها ما فماش النومبر الكبير نتاع الوفيات واحد فما قاعده ترجع بشويه بشويه كل نهار عندهم كعبات هاكا يدخلوهم للسبيطار ويدوجوهم وكيما تعرف معناها النسبه الكبيره 80% الناس تبرا دونك ومش يقعدوا يجريوا مده اشهر. احنا اذا كان باش نمشيو على الشيفر نتاعنا يظهر لي ماشيين في الحكايه هذيك وان شاء الله ما يزيد علينا كالخير ان شاء الله. دكتور بربي المواطن لازم يفهم حاجه الوغ تو مازلنا حجر صحي اخر شامل هذاك وكوفغ فو لاباس شغل ديارنا كالعاده ونذكروا الحاجه اللي منعتنا ولا اكثر حاجه منعتنا وصلتنا هذيك هي الحجر الصحي شامل. احنا ندوي الفاكسان اليوم دونك الحجر الصحي شامل. كي نحكيو على الكونفينمون ولا الكونفينمون سيبلي اللي باش يصير ابارتيغ من 3 ماي معناتها الحجر الصحي الموجه هوني المواطن لازم يفهم مش نرجعوا نعيشوا حياتنا عاديه راهو يفهم اللي لازمنا ناخذ البريكوسيون نتاعنا معناتها طرق الوقايه كالعاده واكثر من العاده يظهر لي على خاطر الناس الكل باش تخرج الدور برشا ناس اكثر من تو برشا في الشوارع دونك كيفاش نجموا لا قدر الله نتفاداو موجه اخرى في الرجعه نتاع 3 ماي وحتى كي رجعت موجه اخرى ترجع موجه خفيفه فريمون نسيطر عليها وتتعد. شوف توا المواطن التونسي في المواطنين كل معناها
في نسبة كبيرة برشا منهم خاطر فما عنا شكون كما نقول لك انا غيف كوزوتر ديما عنده هو لباس وما يصير له شيء مش في عائلتي لباس مش في عائلتي وكذا ونمشي ونحوص وكذا وما صار لي شيء دونك الحكاية هذوك. شوف احنا في المدة هذية تعلمنا برشا حاجات تعلمنا أن نغسل ايدينا أكثر، تعلمنا أن نبعدوا على مسافة الأمان عند معنا الناس الواعية توا نحكي وما نحكيش على مش واعي وإن شاء الله مش واعيين وعيوا دوري مش واعيين بشوية وليوا دونك كيف التربية جديدة بتاع الصغير تربيه على حاجة فهمتني. احنا توا حتى العادات نتاعنا يلزمها تتبدل معنا مش فوا جا ثلاثة ماي ننساو كل شيء توا تروس ولا شد الصف يشد الصف ويقعد بيترو اي يا اخوي علاش بعد الثلاثة ماي ما نقعدوش محافظين كما دول الراقية نشد الصف ونحترموا بعضنا وكذا دونك هذه فرصة باش نحيوك العادات الخائبة بتاعنا الصف ناس على بعضها ولا يجي من تالي يرمي ايده باش يحب يتعدى قبل العباد وتلاحظ كل شيء اموا هذه معناها جاتنا رب ضارة نافعة فهمتني اموا نتعلموا ولي نعملوا كما الليزازياتيك كما جماعة آسيا اللي هما من قبل احنا حتى في المطارات برا في كنت نسافر ونشوف تلقى مثلا ديما يلبسوا لي ماسك والواحد تلقاه بالماسك كله بالماسك يلا في الشارع بالماسك ما فما شيء لا فما لا مرض حتى شيء عندنا من العاده هذيك علاش احنا توا العاده هذيك ما توليش عندنا فهمتني شرطوا هالشهر هذينا حتى تخرج الوباء نعرف ولا هو تقرا عليه وتجينا معلومات انه جا فاكسان ولا سيتغلبنا عليه نقعدوا بالماسك نقعدوا ديما الاحتياط ماذا بيك واحد ديما متر بعيد عليك خسلان اليدين والوجه كي واحد يدخل الدار يعني لازم نحافظوا على طرق الوقايه هذيا هل كان نحافظوا عليهم النجم عليهم تعلمهم يحافظ عليهم مش يقولوا فين نرجع كيما كنت قبل ماذا بينا ما نرجعوش كيما كنا قبل بك شويه مظاهر التخلف وقولها ومظاهر ما يصيرش هذيك لو نو سيفيزم معناها اما شويه تحضر شويه واحد هنا تعلمنا وهاو سهل مش صعيب ونعملوا فيه دونك علاش بعد نولي نرجعوا لا خلينا نكملوا به وتولي احنا في العادات نتاعنا هاكا ديما بعيد على العباد خويا التسليم بالبوس علينا نوليو نسلموا من بعيد على بعضنا وكاهو علاش مش تقعد ترجعوا عنا خوك وبوس اموا الفتره هذه من هنا لاخر العام حتى تتنحل بعد يا من عاش اما فما حاجات ماذا بينا من المحنه هذه واحد ديما يتعلم كي يتعلم يبدل شويه حتى العادات نتاعو يولي اوتوماتيك الحكايه هذه ومش صعيبه معناها اذا كان كل واحد مش حاجه كبيره انك تبعد على ما تدخلش في حظب وما تخلصش برشا بالعباد وتشد تبعد شويه وتشد الصف وتعمل كمامه وتغسل يديك ديما ما في اي وقت تلقى الفرصه باش تغسل يديك تبعد تغسل وجهك خاطر الناس ديما باليدين كي تمس ديما الناس كل عندنا الماني باش تمسوا وجوهنا الناس كل يمس خشمه اللي مسوس وكل شيء كي تدخل الدار تغسل يديك بالماء والصابون وبعد تغسل حتى وجهك والبقايا اللي تمسهم بيديك ينجم فيهم العدوى دونك هذيك سي حاجه نتاع ايجيان الا تعلمناهم وكملوا بهم كملوا بهم دكتور دينا هذه وغيرها معناها هذه كل ذول التونسي بدا يفهم وجسمه يقتنع به ويطبقه بالنسبه اكثر من هذايا سورتو ا بارتير من 3 ماي كي باش نرجعوا نخرجوا تدريجيا بدينا بمناعه القطيع نختموا بمناعه القطيع للناس اللي مش فاهمين حكينا على السويد اللي اعتمدت الطريقه هذه نتاع مناعه القطيع او المناعه الجماعيه أبارامون لم تكن فعالة 100% بريطانيا بدأت فيها لا مش 100% لا صحيح بريطانيا بدأت فيها بعد جاكت ومنحاتها في سفر سارجع خاطر كانت برشا ضحايا صارت لها كارثة كبيرة بريطانيا التو تعاني التيخ في كارثة هي جونسون وتضرب بها معناها من الأول قال نصافح الناس وأنا تخف بها ولا خضربته هو شعره والحمد لله براها هزنا المورال بوريس جونسون بي سينو
سينو دوك احنا يذولي ماشيين في الثنية هذيك اليوم في تونس ما عندناش برشا خيارات، اقتصادنا وقف والكونفيمون ما ينجمش يتواصل، يظهر لي من هنا لاخر العام اون با لي مويان، وحتى بلاد مش تونس كهو راهو باش يسمع فينا، حتى بلاد حتى القوة العظمى الأولى صحيح باش تقعد أشهر معناتها كونفيمون توتال وقاعدين في الدار 20 مليون عمل معناها عمرها ما صارت، وترامب خاطر هبط التو شوماج اقل واحد من الحرب العالميه الثانيه، ويمكن ياسر يعاود يرجع على خاطر الحكايه هذه كي جات الكوفيد سي هاكو ولاو 20 مليون اي وفرنسا فرنسا اللي من البلدان الاولى زاد المضرورين، فرنسا تحكي على العوده لمقاعد الدراسه زاد تخي بيانتو راهو بورتون تعرف قديش قاعدين يسجلوا من حالات، معناتها للناس اللي قاعده هكا تحلل وتفتي وكل مانيش وحدنا، العالم الكل فرنسا لليوم بالالاف الموت والحالات وناس قاعده تموت في لي كولوار معناتها من با يخطو على فرج اللي هي تبعد بينا تهرب بينا هروب، نحكي في القوه الاقتصاديه وغيرها، تخمم ير ترجع تلمدا يقراو ويفون معناتها باش يعاودوا النشاط حياتهم مش طبيعية لكن تدريجيا أنا بالو شوية ذول اليوم العالم خذي قرار أنه يواجه الفيروس يواجه مالوغزما الحياة ما يجمش تتوقف ما هيش طبيعية، الشيء اللي نعيشه فيه مش طبيعي اللي كونتر لا ناتور دو لاتر هيومان معناها الإنسان يزمو يخرج يزمو يخدم، الدور الاقتصادية يزمو تدور، الناس يزمو تاكل مش يموتوا بشر، معناتها حتى المهن الصغر اللي عنده 4 فرنك مخبيهم على ميواتي كلاهم توا في الوحده وما حدش يقعد الى ما لا هي هي دكتور قلنا باش نعاودوا نطلبوا من عتقاتي معناتها عتقاتي راهو ثيرابي في الطريقه للعلاج كيفها كيف تريتمون معناتها انتيبيوتيك ولا بو امبورت معناتها هي طريقه بتاع علاج راهو معناتها هي طريقه طبيعيه هي طريقة طبيعية موجودة مش احنا اخترعناها توا لا طريقة طبيعية معروفة من قديم الزمان معناها انه المجموعة تضرب اخي ما جاتش لابيست الطاعون وجات الكوليرا وجات واعتمدوا بمناعة القطيع فيهم اي فهم معناها فما ناس ضربت وبلعت دوك هذاك كي يعاود الجرثومة ولا الفيروس باش يعاود يضرب ويلقاه مناعة معناها هذاك نعرفوه ولا فما مناعة الكوفيد يزداد مازلنا ما نعرفوش اسكو المناعة يندرى مناعة ليزونتيكور يتواصلوا يقعدوا في البدن ولا ما يقعدوش ولا ليزونتيكور هذوما باش يحميونا 100% ولا كان باش نضربوا اسكو باش تجينا خفيفة اخف من الاولى ولا اسكو ما يعطي حتى شيء معناها تنجم تضرب وتجي حاجة مختلفة لا مازلنا ما نعرفوش فهمتني يعني هو الأكثرية إنسان مسوا الفيروس نورمالمون باش يعمل مناعة ضدك الفيروس هذاك الصاف إذا كان مقطع الفيروس هو يتبدل يبدل له وينجم يبدل الريسبتور نتاعه ويبدل يدخل وكذا دونك كيف يتبدل ينجم الحماية هذيك هي موجهة اللي هو بالطريقة اللي كان يدخل بها هو يعمل ماسك آخر ويدخل بطريقة أخرى ما يعقلوش البدن هذيك ينجم ديسيلا دكتور الفيروس يتبدل ينجم ديسيلا يضعف الفيروس مثلا ولا يتأثر بالمناخ خاطر التغييرات المناخية ما زالت غيان معناتها حتى شيء ما هو كونفيرمي 100% لكن مش مسألة أنا سمعت مونتانيي المرة الأخرى يقول لك أنه الفيروس ماشي معناها بالمد الاولادي نتاعو ماشي يضعف ماشي يضعف ويموت معناها خاطر الفيروس باش يعمل سيكل راهو معروف هذه فما سيكل يطلع بعد يطيح وحده هكا سيكل ناتوري فهمتني ينجم انه الفيروس هذايا بعد مده القوه نتاعو نتاع الانتشار تبدا تضعف بشويه بشويه والبارتي اللي في الارين نتاعو اللي هي كانت تعطي القوه تبدا تقعك ديليسيون نتاع نتاع السيكونس نتاعو تنجم تتنحى منهم كعبات يولي يخليه ما عادش يكون اغريسيف بالطريقه هذيك هذاك ايفوليسيون ناتوريل اون برانسيب زاد كيف بروبابيليتي موجوده وفي المقارنه مع التطور الطبيعي للفيروسات والإبيديمي ديما كل جائحة تطلع من الأول تطلع والكور بعد
تهبط وحدها طبيعي ان شاء الله مع الناس والناس بدها تتقوى بالمناعه نتاعها اللي تفكر هذوما المناعه الجماعيه وضعف تاع قوه الفيروس بالتبديل نتاعو ان شاء الله هذاك يوصلنا من هنا لبعض الاشهر انه يولي تولي معناها ذكرى خايبة ونمنعه إن شاء الله. معناها عنا أمل شو يقعد لنا شوف الحجر الصحي لازم عنا أمل إنه الفيروس بش نجم يضعف إن شاء الله هذا يتجد أثر عليه المناخ وغيره. عنا أمل آخر إنه المواد الكونفينمون هذا الأخراني خاطر الاخر هو يتسمى الحجر الصحي ان شاء الله يعاوننا برشا تخسرني معناتها باش نحاصروا المناطق الفيمون مبوءه والحالات ونعالجوهم وما يصيرش ما يصيرش حالات عدوى سينو الحجر الصحي الموجه الكونفينمون سيبلي ان شاء الله المواطن يلتزم واحنا ديما مالوغوزمون المواطن تعب يقول لك احنا كنا نعاولوا على وعي المواطن نعاونوا اون با لو شوا ما فماش فاكسان فاكسان باش ياخذ برشا وقت باش يطلع معناتها باش يظهر فاكسان هذا معناتها سولون لي تحبلو صحيح لو شهر لو شهرين معناتها لازم لا 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 الفاكسان اذا كان عندنا معناها بالتفاؤل الكبير برشا 2021 هذا اذا كان مش 2022 اي فوالا ما ديسي لا راهو الفاكسان با بو دوما اي صحيح دونك ديسي لا لازم المواطن توا يستحفظ على روحه تعرف اللي راهو كيفاش تخرج الماسك الجيل تبعد على بعضكم اللي عندهم شركات ينقصوا في المعناتها مش لازم ليفيكتيف كل يخدم هذوما قوانين بعديك باش تنشرهم رئيس الحكومه مانيش انا فما كره الشروط يعملوها صحيح كره الشروط تباعد بين الخدامه والناس تخدم على وأباغ الخدامه الناس حتى اللي في الشارع اللي يخرجوا في الشارع لازم يحافظوا على نفس المقاييس الشيء تعلمناه نوصلوا به ونقعدوا نوصلوا به وكهو واحنا حتى لتوا دكتور ربي سترنا ان شاء الله يكمل ربي يسترنا الحمد لله الحق تو التخوف نتاعنا احنا خوفنا من اللمه نتاع الناس قدام ال هذه كانت تسمى تجاوزناها نتاع مكاتب باريس مازال شويه كيفاش؟ هو الاكتظاظ اللي صار قدام مكاتب البريد مازلنا ما نسميوش تجاوزناها 100% على خاطر قلنا البريود دانكيوباسيون تقعد 14 يوم. اي انا في لاكو نتاعها معناها ما احناش خاطر نورمالمون كان جات فما برشا ناس ضربت راهو فما من الاول فما حالات ويبداو يطلعوا بشويه بشويه احنا معناها ماشي وطيح معناها اون برانسيب ان شاء الله نكونوا تجاوزناها ان شاء الله. ان شاء الله احنا كنا خايفين من مش الناس تولي تموت في الشارع معناها بيان نحكي على الاف الحالات احنا وقتها هذاك اللي خفنا منه هذاك ما صارش خاطر نورمالمون من وقتها لتوا اللي كان فما ناس تعدات ومرض تفشى بالكدا بالكدا دي نشوفوا الحالات تطلع معناها النومبر قاعد يطلع النومبر قاعد يهبط معناها حتى ربي يستر وما صارتش لكن كمان لازم نقعدوا متوقفين فما ناس يقعد في بدنها ما يقعدش 14 يوم يقعد اكثر من 14 يوم في ايطاليا يحكيوا على بيريود انكوباسيون توصل حتى 27 يوم اوكي دكتور شكرا لك ان شاء الله ربي يكمل يسترنا ان شاء الله ربي يستر يسترنا ويستر ام محمد يعيشك ميرسي بوكو دكتور محمد فرجاني اخصائي في المخ والاعصاب شكرا على التوضيحات هذه الكل فهمنا شويه مناعه القطيع او المناعه الجماعيه اللي احنا براتيكمون نسميو ماشيين فيها باش نسميو الاشياء بمسمياتها كي نقولوا نهار 3 ماي باش نبداو نخرجوا بشويه بشويه نولي نحكيو على مناعه القطيع نحبوا ولا نكرهوا كي نقولوا 80% باش يتعداو زاد كيف نولي نحكيو على المناعه الجماعيه هذا ما يمنعش اللي حتى كي ترجع الحياه تدريجيا لطبيعتها لازم نكملوا رطوبه لرواحنا سورتو وقتها نوليو نتخذوا اساليب الوقايه اكثر من قبل راهو على خاطر الناس باش تلقاها في الشارع مش كيما توا اكثر الناس شادين ديارها ان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل دونك اي تساؤلات اي نداءات سورتو 72 328 500 تكلمونا مرحبا بكم الناس